من الاكلات المصريه الاصيله قوي قوي اللي في وجدان كل مصري الفطير، فطير مشلتت. وبعد كده بقى الفطير التجاري اللي هو بقى فطير بالمشكل، والفطير الحلو والبيتزات المصري مش البيتزات الطلياني والكلام ده كله. يعني ما افتكرش ان في مصري ما دقش في يوم من ايام او في حياته فطير. كلنا عندنا قرايبنا اصحابنا من الفلاحين وبنوصي على فطير مشلتت والكلام ده كله، كلنا بنحبه. عملنا قبل كده محل عمل فطير، بس ما عملناش قبل كده محل عمل فطير كومبو تيك اواي، يعني تاخد لك كده فطيرتين ثلاثه باطعمه مختلفه ومعاها بطاطس وحاجه ساقعه جديده. وما عملناش افكار جديده جوه فكره الفطير. تعال نجرب مع بعض المطعم بتاع النهارده على الحصيره، بيعمل الفطير مشلتت وبيعمل فطير بكل حاجه، يعني اختراعات وافتكاسات جوه فكره الفطير. تعال نعيش التجربه كلها مع بعض، وكالعاده انا هضحي وادوق لكم واقول لكم رايي، وانتم بعد كده تبقوا تيجوا بقى تاكدوا رايي او تخالفوه. الاول قبل ما نبتدي، جبت منين على الحصيره؟ تعال نقول جبت من يعني ليه فكره الفطير؟ يعني الفطير ده تشالنج كبير قوي، لان انت اللي اكيل الفطير عاده ما بيكون بياكل فطير من الفلاحين. okay. من حد بيعمله في فرن حطب او فرن ابو جلة او واتيفر يعني. ليه فكره ان انت تعمل مطعم فطير؟ بص، هي بسيطه قوي. انا حريف فطير، بحب الفطير قوي. كان عندي احباط بقى لي مده من بحب اكل فطير، باكل في اماكن كتير قوي، احبطت لدرجه انا بطلت اكل فطير بقى لي سنتين ثلاثه. انا بحب فكره الفود اند بيفرج، و يعني حاسس ان يعني في زي المشروبات، حاسس ان في حاجه ناقصه. عندي اقتناع ان لما واحد بيبقى بيحب حاجه قوي وشايفها ناقصه، لما هيشتغل فيها المفروض ان هو ينجح. بس فابتديت اذاكر بقى الفطير فعلا بيتعمل ازاي، منين. ذاكرته ازاي ده؟ اللي هي بنسميها مرحله الاختبار او التست، ان انت بتبتدي بقى تعمل المطبخ بتاعك وتقعد تجرب وتجرب طعم ده وده، وزي الحاجات المشهوره بتاعت الفطير، منوفيه، الكلام ده بتجيبهم وبتقعد. احنا يعني لينا سابق خبره في مواضيع الاكل، فبتقعد انت بقى تذاكر الكلام ده بيتعمل قد ايه، وبتقعد تذاكره على الميزان وكلام كتير قوي كده. بس وصلت لنا قناعه في الاصل، اللي هو ان احنا بنحب الموضوع ده والموضوع ده مش مخدوم في السوق كويس. وصلت لنا ده. انت معاك شركاء تانيين؟ معايا ابن عمي. يعني يعني احنا ثلاثه او اربعه اصحاب بس. يعني هي الفكره في الاصل بصراحه مش عشان انا اللي بتكلم، بس هي كانت فكرتي انا واقنعتهم بيها. فيلا يا جماعه، خدت فلوسهم يعني. حاجه زي كده. دخلنا بقى في عالم الفطير، و التفانين بقى اللي موجوده في المنيو دي مين؟ يعني الطاجن بتاعكم ده اللي هو اللي بتسموه بيتزا دي تفننت انا. دايما اختراعاتك. الطاجن ده تفننت انا. في واحد صاحبنا قوي جدا ما شاء الله عليه في الموضوع المطبخ والكلام ده، هو اللي جال طلع لنا فكره اللي هي بالتفاح والكلام ده. الفكره كلها ان احنا مش عايزين نبقى نمطيين، مش عايز تقلد الناس اللي فتحوا فطاير قبل بالظبط. طب انت بتقدم ايه جديد او مختلف عن الفطاطري الشعبي اللي هو الناس بتروح تاكل عنده، اللي ما بيسموها بيتزا؟ عادي لو ينطر البيه كده البيتزا الشرقي، البيتزا الشرقي والكلام ده. انت قدمت ايه جديد؟ ايه مختلف؟ بص اقول لك حاجه، احد الحاجات اللي سببت لنا احباط ان الناس اهانت الفطير شويه. الفطير ما بيشتغلوش بالمواد اللي المفروض يشتغلوا بيها، ما بيشتغلوش بسمنه بلدي، ما بيشتغلوش بالحاجات اصل الفطير الصح. فدي اول حاجه انت لازم تقدمها، هم ما بيقدموهاش. طب ما تقول لنا المعلومه، هي عجينه الفطير بتبقى معموله ازاي؟ بص، هي عجينه الفطير الاختراع اللي فيها هي انها بتتعمل صح. ان يعني سيبك دقيق، ميه، الكلام ده ما فيش اختلافات في المقادير كتير. هي انت بتخدمها ازاي
وانك بتديلها سمنه بلدي بجد، ما بتديلهاش سمنه مهدرجه، ما بتديلهاش اي نوع، ما بتديلهاش حتى السمنه اللي بيتقال عليها بقري اللي في السوبر ماركت. لا احنا يعني احنا فعليا بنجيب سمنتنا من المنوفيه، واحنا اللي بنسيحها بايدينا ونطلع المرطه بايدينا والكلام ده كله. فدي لوحدها بتدي نفحه، بتدي طعم، بتدي توريقه معينه. هو ده الطعم الاساسي، هو الطعم هو ده الاصل اللي بقاله من 30 سنه مثلا. انت يعني انت راجل اكيله عادي، هو ايه ده اللي من 30 سنه؟ لا الناس لا بطلت الفطير من عمر لا انا بتكلم يعني. بطلوا يشتغلوا بالطريقه الصح بقالهم كتير قوي. لا بس لسه في لسه في طبعا في طبعا في بس يعني المهم انك تقع عليهم يعني. لا بس لسه في طبعا طبعا ده في فلاحات شغلتها ده هي بتعمل الفطير وتيجي عند وزاره الزراعه بتبيعه ومش عارف عند فين، بس مش بسكيل تجاري. لا مش بالطريقه التجاريه، لا طبعا بيبقى ارخص كتير من المحلات برضه عشان نقول طبعا. يعني احنا اخر مره اشتريتها طبعا دلوقتي تلاقيها غليت، بس يعني اخر مره اشتريت الفطير من اللي هو اللي في الشارع ده بنتكلم كانت مثلا ب 20 25، دلوقتي تلاقيها وصلت 40 45. ما هي احنا للاسف عشان احنا بنشتغل بنظام تجاري، فهي تكلفتها انها بتشتغل في البيت طبعا. لا وما عندهاش ضرايب وما عندهاش كهرباء وما عندهاش بالظبط، فهو ده اللي غصب عننا بيفرض علينا ان اسعارنا بتبقى مختلفه عنه طبعا. لا انت عندك موظفين وعندك جيش جرار بيشتغل معاك. طب هنيجي بقى للجيش الجرار، انت عندك كام واحد شغال معاك؟ مطبخ وصاله وشركه وكل حاجه، كام شاب؟ سيبك من الشركه، الريستوران كنفسه، لان احنا اصلا مش ريستوران، احنا عاملينها كشركه. اوكي الشركه متخصصه في الموضوع ده. اوكي لما نتكلم المطعم مشغل كام واحد؟ مشغل 8 جوه بره، جوه المطبخ، الفرن، الصاله، الكاشير، 8 ومعاهم دليفري طبعا. اوكي وتشتغل دليفري؟ طبعا. وبتوصل فطير سخن؟ بس انا شايف العلبه كرتون عاديه يعني. هي بص الميزه الفيصل السمنه البلدي، هو بيوصلك سخن ماشي دافي دافي، اديله بس حاجه يعني تسخينه بسيطه، فرن كهرباء، مايكرويف، ايا كان، السمنه البلدي بتخليه يشتغل تاني. لا اختلف معاك، في المايكرويف ينشف. لا ما انت مش هتسخن، انا جربها بنفسي، لان انا يعني طبعا عشان محلي فانا اكلت منه لما كل حاجه. ولو ان مش باين عليك ان انت بتاكل حتى باتون صحيح يعني. لا انا اكيل على فكره بجد. ممكن نخش مع بعض منافسه مصدقك بجد والله العظيم. ماشي هعدي بالظبط. انا كمان حاسبها يعني، انا في فطاير معينه بقت حاسب انها 30 ثانيه بالظبط في الميكرويف هي تسيحها، انا مش عايز منها غير انها مش عايز تنشف، ترجع تسيح السمنه اللي بس خلاص تاني واكلها زي ما كنت لسه واخدها. طب ايه اكتر حاجه عليها ضغط؟ الفطير المشلتت ولا بقيه الاختراعات؟ الفطير المشلتت نظرا لان هو في السوق عايزه، الناس في انواع، في ناس كتير بتعمل فطير مشلتت بس اللي هو السوقي مختلف شوية، يعني هو عمل اختلاف شوية فالناس قالت لبعض عليه فبقى عليه طلب. أوكي. الفراخ الناس مقتنعين بيها جدا. تبيع فراخ؟ لا اللي هي الرول الفطير الرول فطير فراخ. اوكي والفوندو عليها طلب و بس ده ما بتعرفش تعمل دليفري؟ بتنفع تعمل دليفري. طب ازاي طاجن هو حلاوته انه يمط بقى الجبنه تمط؟ ما هي اللعبه كلها في سرعه الدليفري، ان انا اوصله لك، لان انا ببعته لك بالطاجن بتاعه، الطاجن انت بتاخده هديه يعني، مش بطلعه لك في طبق فويل ولا حاجه، فالطاجن نفسه بيمسك الحراره قدر لا باس به، وبالذات لو ليه غطا فخار كمان ده يبقى اكتر. فبتوصل، وبرده احنا هنبقى يعني في الدليفري باكج بتاعتنا في التغليفه يعني هنبقى نكتب بعد كده النصايح، ان هو دي مثلا سخنها لمده مثلا دقيقه، دي على درجه حراره كذا بالظبط، عشان اقدر ادي لك الاحساس ان انت هتاخده عندي وانت قاعد هنا. طيب بص يا محمد، هو الكلام سهل والكلام حلو، انا عايز ادخل ادوق، فكفايه انا رغي ونخش على الجد عشان ايه يعني، فاهم انت عارف، وكمان ريحه الفطير مجنناني. خلينا نخش في الاكل وبعدين نقول راينا في الاخر. متفقين. العفو عليك.
ده الفطير المشلتت ده رقاق بالسجق. طب انا ابتدي بده ولا ده؟ طب بما ان ده هجرب فيه حلو فخليني ابتدي بده. سخن مولع. هقول لكم حالا دلوقتي دي احلى. طيب الرقاق اذواق يعني ايه؟ يعني انا مثلا نص عيلتي بيحب الرقاق الناشف والنص التاني بيحب الرقاق الطري. هو هنا عمل الاثنين، من فوق ناشف ومن تحت طري. يعني الطعم حلو قوي مفيش عليه اختلاف. السجق واضح ان هما منقيين سجق بلدي حلو. طبعا ما دخلتش في تفصيل بقى هما اللي بيعملوه ولا بيجيبوه جاهز. انا بحب بحب الرقاق ناشف محمص، فبالتالي متضرر شويه من نوع طري من تحت، بس ده ذوق شخصي ملوش علاقه. في ناس بتحب الرقاق طري اصلا كله من فوق ومن تحت. يعني طعم تحفه مش هنتكلم عليه. نيجي بقى لهذه المصيبه الازليه. طيب اكلك منين يا بطه؟ هعمل فيها ابن ناس وشوكه وسكينه؟ لا بلاش. طيب بص، هو بينزل معاه عسل ابيض. هو قال لي ده ايه؟ طب انا نشوف. مرتة. اوكي. عسل ابيض، مرتة، جبنة قديمة، مش على اصوله بقى اللي هو بتاع الصعيد اللي كله مية ده. بص كده، تعرف تجيبه يا بكر؟ لو عملته اكتر من كده يدل عليا. اوكي. وقشطة وعسل اسود. عايز اشوف بس القشطة دي لباني. لباني يا باشا. طب نخلي ده للاخر. يعني انا ملياش في الحوادق قوي، فهدخل على اللي هو الحادق اللي بزياده ده. فهدخل على المرته مثلا بحته. هو قدام الكاميرات الواحد برده بيحاول يبقى محترم على قد ما يقدر. هياخد بالشوكه بقى وبتاع، انما طبعا انت لو جاي تاكل هنا هتليط بالفطير عادي خالص. يعني ما فيهاش اي يعني. طب انا عايز ادور فطير لوحده. فطير قريب قوي من اللي بتاكله من ايد الفلاح. خلي بالك برضو انت هنا عندك الفران مش بالحطب والجلة والكلام ده، ومش فلاحة قاعدة بتعمل في الفطير، بس لا طلع طعمه حلو. عايز اوريكم الطبقات بتاعته. ولا هو رفيع قوي ولا هو الفطير الرفيع قوي ولا هو الفطير التخين قوي. حلو. محمص من فوق ومن تحت، من جوه طري، ده الطبيعي في الفطير المشلتت. ناخد حته كمان وندوقها بالجبنه القديمه. انا عايز اقول لكم انا امي هتنبسط قوي يعني. ملياش انا في الحاجات دي خالص. انا بقى احبه بالفطير المشلتت اكله بايه؟ جبنه الرومي، جبنه الرومي البطارخ. عارفين في حاجه كده اسمها جبنه رومي بطارخ؟ بس هما مش عندهم هنا، بموت فيها في الفطير. يا لهوي. لا حادقه بجد يعني، اللي هو كما قال الكتاب يعني. والمفروض ذوقيا بما ان الراجل قعد يقنع فيا ساعه ان انا ادوقها بالمش. ولو اني عارف اني هندم. تاكلوا الحاجات دي ازاي؟ ملحها حلو قوي. اوكي. جينا بقى للحته اللي انا مستنيها. ولو اني لسه هاكل حاجات حادقه بعد كده، بس بما انها اتحطت قدامي ما اقدرش ما احطهاش. وحتى جبت طبق مخصوص وهي حته قشطه صغننه كده. طب انا احط العسل بالشوكه ازاي؟ نحط كيش قال لك اتصرف. عسل اسود مش عسل ابيض. طبعا في ناس بتحب الفطير بالعسل الابيض طبعا، انما العسل الاسود بالقشطه حاجه نكد. جربوها يعني، اللي ما جربهاش قبل كده يجربها. وبعدين تقوم مقلبها كده عشان تبقى ايه، بهاريس في بعض. وبعدين تقوم واخد. الله عليك، الله عليك يا حبيبي والديك. تقوم واخد حته فطيره. أنا أكتر حاجة عجباني
التحميصه اللي على الوش وتحت دي ظبطها قوي 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 يعني. ونوم حطينا فين 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 في العسل والقشطه، انتوا مش مركزين معايا. تحفه تحفه ها. دي اول موجه من اكل الرجيم، نخش في تاني موجه. دلوقتي ده رول لحوم، فطيره معموله رول جواها ميكس لحوم، وده فوندو سلامي ب 6 7 10 ايا كان انواع جبنه، ومعاها التوست بتاعها. هو مش جارليك بريد، ده حاجه مخصوص هم عاملينها بذوقهم هم يعني. ما تجيش تقول انا عايز جارليك بريد، هو ما بيعملش جارليك بريد. اوكي نجيب ده عندنا كده حدانه. اللي فيها ريحان باينه ريحته قوي، وفيها زعتر وفيها جبنه بتسيح. الله اوكي. انا عايز بس احط دي هنا عشان ما تدلدقش على بقي. لا يعني انا انصح ان هو يغير اسمه الى طاجن تشيز لافرز، لان الناس اللي بتحب الجبنه ممكن اخد معاها حته سلامي. الناس اللي بتحب الجبنه هتموت على الطاجن ده. ايه ده؟ ايه الكوليسترول ده؟ ايه كل حاجه دي؟ هو طاجن انواع جبنه مختلفه بنسب مختلفه عامله الحفله اللي انت بتاكلها دي حفله. السلامي اللي على الوش ده كده ديكور، انما هو في الحقيقه جبن سايحه جوه بصلصه معينه صوص معين حاجه من ورا العقل يعني، من ورا العقل. لا برافو يا شيف، برافو للي فكر وبرافو للي عمل بجد يعني. طيب حلو ده، يقعد ده ما يروحش، يقعد هنا ده. طيب نيجي بقى للرول، ناخد اول بق مشروب غازي لان انا هيبقى عندي مشكله في الهضم الحقيقه. طيب تعالى بقى، كفايه عكب الايدين ونحاول ناكل ده زي ولاد الناس كده. هو الطبق بيلعب بس، لا هو الطبق مش معمول ان يتداس عليه اصلا. سيبك من ولاد الناس. حلو. هي فكرة الفطيرة اللي بيعملوها الفطاطرية، فكرة بس بيعملوها الفطاطرية وحط لك عليها ميكس لحمة، بس هو هنا مستعمل العجينة بتاعت الفطير، الفطير مشلتت، مش العجينه اللي هي بتقلب بيتزا شويه، لا دي عجينه فطير كما قال الكتاب يعني. اختيار حلو للانجريدينتس،
زيتون اخضر. لا برافو برافو بجد. الاثنين يعني الاثنين انا من بعض بجد. طبعا انت لو جيت مجرد انك تضرب ده انت هتطلع يعني متدروخ يعني. بس ما باليد حيلة. طبعا انا عايز اعرف هو ده بيرقص ليه. وطبعا ده طبق ازاز مصري معمول في مصر وكوبايات، ودي حاجة من الحاجات اللي عجباني جدا. بس بيتهيألي هو لازم يراجع موضوع ان القعدة دي ما بتقعدش كويس فبيلعب يعني. بس دي تفصيلة صغننة ملهاش علاقة بالاكل. يلا نخش في اللي بعده. جينا للفقرة الأخيرة وهي الحلو والأسعار. حلو على خفيف كده، فطيرة بالقشطة والعسل. بما إن إحنا دقنا القشطة في الأول وعارفين إن هي قشطة لباني، فبالتالي خلاص الحتة دي زبطناها. أنا هدوق حتة واحدة بس، قطمة واحدة بس، عشان إيه؟ خلاص طبعا بعد هذا الكم من الفطير أنا هطير. طيب ناخد دي كده. يا بي 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 يا بي. بصوا هو تحدي دايما بيحصل وما لهوش حل، ان الفطيره بتبقى سخنه والقشطه بتبقى ساقعه، وما لهاش حل ان القشطه لو مش ساقعه هتبقى صيصه، هتبقى لبن مش قشطه يعني، فهي ما لهاش حل. بس في حاجه هنا هم عاملينها حلوه بقى، ان الفطيره الحلو مش طالعه بنفس التخن بتاع الفطيره مشلتتها، ارفع شويه، فطبعا مديه مذاق احلى يعني. لو كانت تخينه زائد العسل زائد القشطه كان هيبقى كتير شويه. هي دي معموله، بصوا حتى عايز اوريها لكم، معموله رؤيها كده طبقتين ثلاثه، طبقتين ثلاثه اهي، وبكرة عينه فيها. اوكي كده وصلنا لاخر فقرة وهي أو آخر جزء يعني، وهو الأسعار. عجبني فكرة المنيو، هو من جوه بسيط خالص، ورق بلاستيفايد أو ورق محطوط في بلاستيك أوكي بالألوان. بس هو اللي عجبني الكوفر بتاعها، برضو تفكير من بره الصندوق شوية أوكي. نيجي بقى الحاجات اللي خدناها. المشكل لحوم بتسعة وتلاتين. المشلتت الفطيره المشلتت في الاول دي انا كنت واخد الكبيره، اللي كنت واخد الكبيره دي ب 62، الوسط بتاعها ب 49، في اصغر منها شويه. والاضافات بعد كده انت عندك الجبنه القديمه والمش والعسل الاسود ب 7 جنيه، القشطه والعسل الابيض والمرتة ب 10 جنيه. ممكن تاخد قطعه مشلتت مع اختيارك يعني، ممكن تاخد قطعه مشلتت بس واختيارك من الاضافات ب 10 جنيه. وبعدين عندنا الرقاق بالسجق البلدي 62، برضو الحجم ده هو وسط يعني. وعندنا الفطيرة الحلوة دي اللي بالقشطة والعسل ب 31، دي وسط، في أكبر وفي أصغر. وبيتزا فوندو يعني أنا مش عاجبني الاسم أوي، أنا أفضل أنا أسميها فوندو بس، لأن أنا في دماغي فكرة البيتزا إن في العجينة من تحت، هو بدل العجينه من تحت هو بيعملها في الفرن وبيحط بيدي لك العيش من بره انت تغمس بيه يعني. الفاميلي الكبيره ب 105، بس في الكابل ب 46، وفي السولو الصغيره ب 29. بس انا كده بيتهيألي كل حاجه. طيب تعال نلخص التجربه. هو فطير حلو بالنسبه للناس اللي بتحب تاكل الفطير وبتروح الفلاحين مخصوص، هو اتخن شويه من بتاع الفلاحين. ولما اتكلمت مع صاحب المحل قال لي ده طلب الكلاينتس، طلب الزبائن، لما بيديهم الفطيره الرفيعه زي اللي بتاخدها من الفلاحين وكده بيقول لك لا دي مش غنيه، هي اذواق. ولكن في الاخر انا اللي يهمني في الموضوع الطعم، هي تخينه ولا رفيعه شيء ثانوي يعني، بس الطعم مظبوط قوي. سمنه بلدي، هما بيجيبوا الزبده البلدي من المنوفيه وبيسيحوها هما ويعملوا هما المرته وكل حاجه تحت ايديهم هنا، فانت ضامن مور لاس ان هي فعلا سمنه بلدي. الشباب اللي شغال هو متوفق قوي في التوليفه بتاعت الناس اللي شغالين من جوه المطبخ وبره المطبخ، برافو عليه. المكان حلو قوي، طبعا هو ثلاث ارباع الاعداد طبالي على الارض، ولكن عاملين برضو سكشن جوه كده ترابيزات لذوي الكروش اللي زي اللي ما يقدروش
يقعدوا على الارض وياكلوا يعني، او مثلا الكبار السن يعني مش هيقدر يقعد على طبليه على الارض. انما فكره الطبليه او على الحصيره زي ما اسم المحل موجوده، موجود ده وموجود ده. لما جينا هنا لقينا شباب كتير قوي 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 من الجامعه، فواضح ان هو مسوق نفسه كويس في الجامعه وفي الحاجات دي. زي ما قلت لكم عندهم فكره كومبو، هتطلع بفطيرتين وفطيره حلوه وبطاطس وحاجه ساقعه، ودي طبعا اول مره ان حد يعمل حاجه فيما يخص الفطير، يعملوا تيك اواي كده وفاست فود يعني فطيره. هو مش فاست يعني بامانه، احنا كل فقره لنا بتعمل لنا حاجه سخنه، بتعمل لنا حاجه كده ولا كده، مش احنا بس، اي حد بيجي بتعمل حاجه مخصوص، مفيش حاجه اسمها تعمل فطير وتركنه يجلد. فطبعا بياخد وقت شويه عن الاكل العادي اللي ممكن تستناه في مطعم، برضو انك تخبز في فرن مش بنفس سرعه ان انت تسوي على نار حته لحمه او تبر يعني. فبس دي لازم تبقى عارفها وانت جاي، ان انت بتطلب فطير او بتطلب حاجات بتاخد وقت، اوكي؟ فانت تبقى عامل حسابك ان انت هتستنى مثلا بتاع ربع ساعه مثلا على 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 كل طبق يعني. كده احنا لخصنا كل حاجة تقريبا. الديكور حلو، دايس قوي في الفكرة بتاعة الفلاحي المصري على الحصيرة، الكراسي الخوص صغيرة، طبالي صغيرة، القعدة المراتب على الأرض، كل الحاجات دي يعني هو عاملها بطريقة حلوة وطريقة كومفتبل. الطبق الإزاز اللي أنا اتكلمت عليه ده ما فيهوش المشكلة دي، فواضح ان هو كان الطبق ده عجبني قوي اختياره للكوبايات والاطباق وكده، كل الازاز اللي هو فيه كور الهواء جواه ده حاجه مصري قوي يعني، معروفه قوي في مصر بالذات في حته مصر القديمه وخليلي والحته دي بيبيعوا كل الكلام ده، بيبيعوا من نجف لكوبايات الاطباق لكل حاجه، فعجبني الفكره. بص افكار كتير صغيره كده عجباني. عجبني الباب، انت لما تيجي تتفرج على الباب تلاقي اكرتين والباب مفصول في النص، فتحس انك هتفتحه كده يطلع في الاخر ان هم الاكرتين الباب ده حته واحده وانت بتزقه على ناحيه واحده، تركه صغيره كده بس يعني برضو فكرتها حلوه. فكره التمر حنه اللي هو حاطه تحت الاسم، ففكره ان هو على الحصيره فحاطط لك تمر حنه اكنها حصيره، فيبقى الاسم والمدلول موجودين على اليافطه. شويه افكار حلوه جميله كده عجبتني، حد بيفكر حد بيشتغل بمزاج يعني. طبعا انت برضو احنا بنطفي عشان الصوت، ولكن طول ما انت قاعد انت بتسمع مزيكا مصري جميله لذيذه بتعمل لك برضو مود. الناس كلها هاديه عشان احنا بنصور، عاده لما بيبقى دوشه بقى وناس بتاكل وتشرب ومش عارف ايه، يعني في كده مود حلو مفرح كده مع الالوان الفاتحه مع البتاع، من انواع المطاعم ان انت تخش تلاقي نفسك كده منشكح ومبسوط يعني. علقت على موضوع الرقاق بتاع السجق، انا افضله كرانشي. طلع ان هما بيسالوا يعني، هما بيسالوا انت بتحبه ناشف ولا طري، وبالتالي هو بيعملها لك على مزاجك. انا ما اتسالتش، فبالتالي نزلت لي من فوق ناشفه من تحت طريه، ضايقتني شويه. بس هو بعد كده لو انت هتيجي لما تيجي تطلبه قول له انا عايزه ناشف، او لو انت بتحبه طري قول له انا عايزه طري. وصلنا كده لاخر حلقتنا، ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا اكيله واكلتوا معايا وشميتوا الريحه وعرفت اوصل لكم الطعم، ونشوفكم في حلقه تانية من الاكل.